السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده جايبه لكم قراءه جديده وحصريه لمواليد برج الميزان. الفتره القادمه هتكون خير ورزق وتفاؤل. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. انزل في الكومنتات واكتب لي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم بنيتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يقضي حاجتك زي ما تكون يا برج الميزان. لو بتعاني من قرين، من سحر، من تبيعه، اكتب تم يوصلك لينك قناتنا التانية، هتلاقي عليها العلاج باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. اللي مطلوب منك يا برج الميزان الفتره دي ان انت تكون هادي الاعصاب، ونشوف توقعاتك مع بعض ونشوف الاحداث اللي عندك بسم الله ما شاء الله. طيب ابشر يا برج الميزان. التوقعات دي توقعات النص التاني، الدايرة اللي انت فيها دي هتطلع منها. طب هتطلع منها ازاي؟ علشان خاطر هيكون عندك بشرة، ولو ما كانتش بورصة شايف كانتش فرصة جديدة في حياتك هتكون انطلاقة. شايف الخط ده؟ الخط ده سد بينك وما بين الاخرين. هيبقى عندك سلطة حلوة، سلطة في مال، وهيبقى كمان في سعادة وراحة بال، وفي قلبك هيكون في جبر خاطر من عند ربنا. بس في ناس بتراقبك ومراقبة تفاصيل يومك وتفاصيل حياتك، ويأسفني ان اقولك يا برج الميزان اللي من دمك ولحمك هم اعداء ليك، اللي من دمك ولحمك ولا حابين لك الخير ولا حابين ان انت تكون في المكانة اللي انت فيها. ناس كتيرة جدا اذوك، ناس كتيرة جدا اتكلمت عليك بالسوء واتكلمت عليك في حاجات سلبية. بس ما تقلقش، القضية اللي بالك مشغول بيها هتخلص ولصالحك، إذا كانت قضية أو إذا كان ورث هتخلص لصالحك. أرجع وأقولك تاني يا برج الميزان، في واحدة ست عندك بتهتم بنفسها جدا، نزيهة جدا، ومخلية بالها من كل تفاصيل يومها وحياتها. الست دي حقودة، في قلبها في حقد، فخلي بالك منها. عندك كمان انفراجات مادية من بعد الأزمة اللي انت مريت بيها الفترة اللي فاتت، ومن بعد ان ما كانش حد عالم باللي انت فيه. فأرجع وأقول لبرج الميزان ان هو الميزان عنده تحقيق هدف الفترة دي، وعنده تحقيق حلم بقاله مدة شغال عليه. فالميزان مفيش قلق عليه، علشان خاطر هو هيوصل لهدفه ودايما رافع راسه لفوق ومفيش اي حاجة بتهزه. بس في عين صيباك، والعين دي من زمان جدا ومأثرة لحد الان في حياتك، رؤية اشياء كتيرة جدا. وده مش معناه ان هي رؤية حاجات، لا، ده معناه ان انت تتحزن. انت بتكون عايز تروح المشوار، وقلبك لما بينبض بتقول خلاص انا مش رايح المكان ده، عشان بتحس قلبك بيشوف الحاجات قبل ما عينك تشوفها. فامشي ورا قلبك طول ما انت حاسس ان الحاجة دي هتجيب لك مشاكل. تمسك بالناس اللي متمسكة بيك، وابعد عن اي حد ممكن يأذيك. الخلاف اللي بينك وما بين شخص، اذا كان شريك او حد من الاهل، هتلاقي كمان دعم من حد تاني هيسندك في وقت انت محتاج الدعم، في وقت انت محتاج حد يطبطب عليك. طيب احب اقول لبرج الميزان، لاما هيكون عندك عمل جديد، بس في حاجة انت خايف عليها. يا هل ترى ايه؟ في حاجة انت خايف عليها جدا، لدرجة انت خايف عليها اكتر من نفسك. في كمان خبر حلو هيفرح ايامك، او مكالمة تليفون. شوف انت منتظر ايه، لو مكالمة او منتظر خبر. في كمان طريق سفر، انت عايز تهاجر من الدنيا دي، عايز تمشي من المكان اللي انت فيه، علشان خاطر تعرضت للخيانة وللغدر. في ناس هتدق على بابك وهتعرض عليك صفقة، هتعرض عليك شغل، هتعرض عليك حاجات. انت هنا حاسس بتعب، وبرضه رغم ان انت تعبان بتكابر وبتيجي على صحتك يا برج الميزان، وانا مش حبالك كده، مش حابة ان انت تيجي على صحتك. في كمان حاجة محيراك، مخليها كل ما تقول خلاص وتطلع لخطوة لقدام بترجع خطوتين. يا هل ترى الحاجة اللي محيراك دي وشغلة بالك هتفضل لحد امتى يا برج الميزان؟ لازم تشوف ايه الازمات اللي عندك وتحلها، لازم تشوف ايه اللي موقف حياتك في العراقيل، و تشوف تتخطى من المشاكل. البومة دي كده كده أعداء لك، فانت ما تشغلش بالك منها، وسيبك من كلام الناس اللي بيضايقك. كلام الناس لو فضلت ماشي وراه هتتعب. انت نيتك صافية وقلبك طيب، وبتتعامل مع الناس بمحبة وإخلاص. بس يا هل ترى هم بيقدروا ان انت بتتعامل بحب وإخلاص؟ محدش بيقدر اللي انت فيه. فخلي بالك من نفسك، هتستعيد نشاطك وحيويتك وحبك لحياتك بس، وتحذر من أبراج موجودة في حياتك وما زالت لحد الآن موجودة. بص بيستغلوك وبيرسموا خطط عليك، بيرسموا الحب والحنان
وانت محدش عالم باللي في قلبك ولا اللي في حياتك غير ربنا. فياريت كل اللي مطلوب منك يا برج الميزان ان انت تهدي اعصابك وتشوف الحاجه اللي ناقصاك وتشتغل عليها. الميزان حرفيا حاليا بيستغنى عن اي حد ممكن بس يفكر يقول له كلمه تضايقه. في فرحه هتدق على بابك وان شاء الله باذن الله هتسعد ايامك في حياتك. بس في حاجه غاليه راحت منك يا برج الميزان، وانصدمت في شخص غالي عليك قوي الفتره دي، ومن كتر ما انت اتصدمت في نفسيتك تعبانه وقافل على نفسك ومش عايز تكلم حد ولا حد يكلمك بسبب حرقه قلبك في الشخص اللي خذلك، اللي انت كنت بتقول عليه لا ده مستحيل يكون غيرهم، هو طلع منهم فيهم. فما تزعلش على حالك، ما تزعلش على نفسك. اخر 10 ايام في الشهر هيجي لك خبر حلو باذن الله، وكمان هيجي لك ممكن اعتذار من حد بقالك فتره نفسك تسمع حاجه عنه. حاليا برج الميزان مقسوم نصين، مش عارف هو عايز ايه ولا ناوي على ايه، بس عندك انفراجات يا برج الميزان. انت داخل في بدايات جديده، داخل في حياه جديده. اجمل ما فيك يا برج الميزان ان انت دايما بتتفائل وبتوزع طاقه ايجابيه على كل الاخرين اللي في حياتك، بتتكلم معاهم بطاقه ايجابيه، بتتكلم معاهم بحب وحنان. برج الميزان حاليا منتظر خبر حمل او بيعاوز يعدي الازمه اللي هو فيها حرفيا اليومين دول. طيب احب اقول حاجه لبرج الميزان، ان هيكشف ناس على حقيقتها، ناس هيقعوا في مكان خطأ فانت هتكشفهم على حقيقتهم، وهتعرف قد ايه انت كنت حد، ازاي كنت بتتعامل معاهم كده وهم كانوا بيغزلوك وكانوا بيتكلموا عليك. فدي حاجة ما تقلقكش، علشان القمر هينور حياتك وهتبشر. ممكن برج الميزان يكون عنده خطوبة، زواج، حضر هدوم علشان في مناسبة حلوة. انا عارفة ان انت خلصت كل طاقتك اليومين دول ومستني جبر خاطر من عند ربنا، فالجبر الخاطر هينور حياتك وهيسعدك بالانطلاقات الحلوة اللي انت مستنيها. ما تملش يا برج الميزان، انت اليومين دول بتنتشر اعراض غريبة في جسمك بسبب التعب، شعور ان انت عايز تنام، خمول، كسل، ارهاق، تعب جسدي ونفسي من العين اللي صيباك، حتى بتصحى من النوم ساعات مصدع وملكش نفس تتكلم ولا تتعامل مع بشر. لا يا برج الميزان، انا مش عايزاك كده، انا مش عايزاهم يسيطروا عليك، انا عايزاك انت اللي تسيطر على كل من اذاك وكل من ظلمك. ربنا هيعوضك خير، ترقية في عمل، فرصة جديدة، نقلة جديدة، حياة جديدة. بلاش تكون ضحية، دايما اقول لك بلاش تكون ضحية للاخرين، لا انت عايز تكون ضحية، كون ضحية لنفسك، ما تكونش لحد. صمم على رأيك، الفرحة اللي جايالك هتخلصك من كل المشاكل اللي بقالها مدة عطلة في حياتك. في طريقك فرحة وجبر خاطر من عند ربنا، بس استعد للهنا والسعادة اللي هتدخل بيتك وهتدق على حياتك ان شاء الله باذن الله. بص يا برج الميزان، رغم ان انت قلبك طيب وحياتك حلوة وفيها تحسنات، رغم ان في اشخاص بتنافسك، ايوه في اشخاص بتنافسك، في حد انت يا برج الميزان مقرب منه قوي، حكي له سر او حكي له حاجة، خلي بالك وبلاش تحكي الاسرار تاني، اكتم على سرك وداري، علشان شايف ان انت هيكون عندك مواجهة وممكن حد يقفش سرك. فنصيحتي ليك يا برج الميزان الايام اللي جايه ان انت ما تتكلمش عن اي حاجه تخص حياتك، واكتم وداري، واديني بقول لك ومش هقول لك الكلام ده تاني عشان نبهتك المره اللي فاتت، وما تخلينيش ازعل منك يا برج الميزان. اكتم وداري على سرك وما تحكيش حاجه لاي حد، علشان شايفه انه فيها هيبقى فيه كشف سر من اشخاص مقربين ليك انت بتحكي لهم. شايفه ان انت هنا برضو عندك كميه انتظار بتخليص ورق، الورق ده سفر، الورق ده رجوع حق، الورق ده محكمة، الله أعلم، بس أنت عندك كمية انتظار برضو تاني برجوع بتخليص ورق علشان تحقق أمنيتك. إيه هي أمنيتك؟ أمنيتك نجاح في دراسة، سفر، الله أعلم، بس أنت عندك تخليص ورق في يعني خلال الأيام اللي جاية، خلال الأيام اللي جاية بإسم الله ما شاء الله هتحسن من أمورك. في شخص عندك هيديك هنا، الشخص ده بحرف الألف، الشخص ده بحرف الالف هيجيب لك خبر حلو جدا الفتره اللي جايه، او هيجيب لك خبر انت مستنيه وليك فتره كبيره جدا مستني الخبر ده، فالخبر ده هيجي لك من شخص بحرف الالف ان شاء الله باذن الله، وهتخلص كل اللي انت عايزه. بس عايزه اقول لك حاجه كمان، لازم تعتني بنفسك شويه، لازم تعتني بنفسك شويه وتتخلص من الطاقه السلبيه وتخرج من المحيط اللي انت فيه. ايوه لازم تخرج من المحيط اللي انت فيه، انت داخل في مشاريع كتير او عندك طاقه تفكير رهيبه. شايفة كمان ان انت هنا عندك اشخاص بينافقوا
واشخاص بيحاولوا يعملوا لك اذى. الوضع اللي انت فيه اللي وجع دماغك ده هتطلع منه باذن الله، وهتدخل في امور حلوه جدا. في حد عندك بينك وما بين العيله، بينك وما بين العيله حد من العيله عامل لك اذاك، كسر بخاطرك، من احد في البيت عندك كسر بخاطرك اذاك، حسيت ان انت قلبك مكسور. في حد كمان يا برج الميزان بيهتم بيك جدا وبيطبطب عليك دايما، حد بيهتم بيك وبيطبطب عليك ودايما بيحاول ان هو يفرحك باي حاجه، ودايما بيحاول يتكلم معاك ويقول لك خلاص ما تزعلش، مش معلش، كل الحياه فيها مشاكل، صح؟ عندك شخص عندك بيحاول يطبطب عليك وبيقول لك ما تزعلش انا جنبك، المهم بيحاول يواسيك، بيحاول يواسيك. بس ارجع اقول لك تاني، عندك السلفه هنا بتاعه حوارات وبتاعه مشاكل، السلف عندك بتاعة حوارات وبتاعة مشاكل. انت اللي تعبك جدا يا برج الميزان ان انت حساس، دايما بتاخد الحاجة كله، انت بتاخد الحاجة بحساسية قوي، فبتلاقي دايما عندك طاقة تفكير، دايما بتفكر في المستقبل بطريقة رهيبة، رغم ان انت كنت بتضحك وبتهزر وكنت دايما متفائل ببكرة، بس دايما ضحكتك بدأ يكون فيها قلق، ضحكتك بدأت تكون فيها زعل، بتحاول ترضى الجميع وده غلط. انا قلت لك 100 مرة ما تحاولش ترضى حد على حسابك، انت بتحاول ترضى الجميع، بتحاول تقول ما تزعلوش معلش، بتحاول ترضى اي حد يدخل حياتك، وانا قلت لك الكلام ده غلط. لا، ما ترضيش حد، محدش يستاهل ان انت ترضيه، محدش يستاهل ان انت اصلا تعمل حاجة علشانه، محدش غلبان زي ما انت فاك، ده انت بس اللي غلبان يا برج الميزان، والله العظيم ما في حد غلبان في الدنيا غيرك انت، ودايما مهموم على امرك، ودايما حاسس ان الحياة مقفولة في وشك بسبب ان انت بتدي اكتر ما بتاخد. انت هنا كان عندك طريق اليومين اللي فاتوا، او كان عندك مناسبة، او كان عندك حاجة وزعلت، كان عندك حاجة وزعلت. على حياتك الجاية دي هيكون خلال الفترة اللي جاية دي هيكون عندك انطلاقة حلوة، هيكون عندك امور حلوة، وهتبدأ امورك تتظبط بشكل ايجابي. ايوه، هتبدأ امورك تتظبط بشكل ايجابي. لو انت اليومين دول حاسس ان انت متضايق وانت مخنوق، فما تقلقش، الايام اللي جاية هيكون عندك تحسين. ايوه، الايام اللي جاية هيكون عندك تحسين، وهيكون عندك انطلاقة حلوة، وهتبدأ تغير من الهم اللي انت فيه، وهيبقى عندك هدوء، والصبر اللي انت صبرته ربنا هيديهولك في ميزان حياتك بإذن الله. انت دايما بيبقى عندك ميزان العدالة، دايما حكيم، وعلشان انت حكيم وبتحكم بالعدالة دايما، هيكون عندك الايام اللي جاية مواجهة حلوة، وهيبقى في تعارف على شخص جديد، وهيبقى عندك حد هيساعدك وهتحقق حلمك اللي طال انتظاره. حياتك العاطفية هتبدأ تتحسن، وهتبدأ تقف على أرض صلبة، وهتبدأ تغير من اللي انت فيه. بس انت دايما يا برج الميزان بتشتغل على حياتك أكتر، دايما بتحاول تحسن أمورك بشكل إيجابي، دايما بتحل المشاكل، ودايما بتكون، علشان أنا برجع أرجع أقولك تاني، دايما بيكون عندك ميزان العدالة، ودايما الأقارب بتلاقيهم بيستشروك في حاجات كتيرة جدا، حاجات تشغلهم، فدايما بياخدوا رأيك. بس خلي بالك، انت مستقبلك هيكون جميل، بس ليه حرف الام طالع لك في المستقبل؟ يا هل ترى علاقة حرف الام؟ علشان انا مش شايفة اي احداث تبعه، بس شايفة حرف الام طالع لك في المستقبل بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا، وجنبه قلب، جنبه قلب يا برج الميزان. هل ترى حياتك هتتحسن؟ يا هل ترى اللي ظلمك ده من برج الميزان، برج حرف الام؟ عشان حرف الام طالع لك في المستقبل، فانت لازم تكون حويط، علشان لو كان هو ظلمك لازم انت تكون ايه، تستحمل اي حاجة تدخل في حياتك. عندك هنا اشارة او تحقيق امنية او حاجة انت مستنيها من بدري، بس باذن الله، باذن الله يا برج الميزان والله، وهتقول الشيخة سعاد قالت بنفسها، انت وضعك اللي جاي هيتحسن، وهيتحسن جدا كمان، وهيتحسن جدا جدا كمان، واخيرا الفرحة هتعود لحياتك، اخيرا الظلم اللي وقع عليك من الاشخاص المقربين منك اكيد هتاخد حقك. بس قولي انت ليه عندك طاقة رجوع؟ ليه دايما بتتراجع كل ما تاخد خطوة لقدام؟ خايف. انت الان في مرحلة يا برج الميزان لازم تاخد فيها القرار، في مرحلة لازم تعرف انت عايز ايه. الايام اللي جاية دي هيتوجب عليك ان انت تاخد القرار اللي في حياتك، اللي من زمان عاطل، اللي من زمان لازم تاخده. عندك عيون صايباك من زمان جدا يا برج الميزان، عندك عيون صايباك من زمان جدا، عيون قديمة، وعلشان كده دايما بيقولك ايه، انت عندك سحر مدفون، عندك سحر مرشوش، عندك سحور كتيرة جدا. اليومين دول انا شايفة ان برج الميزان بدأ يكتم ويداري. ايوة، بدأ يكتم ويداري. عارف بيكتم ويداري ليه؟ عشان والله لو انفجر لهيهد الدنيا،
لو برج الميزان انفجر الايام اللي جايه دي هيهد الدنيا. برج الميزان بدأ يقول الحب مش من نصيبي، انا هركن حاجه اسمها حب وهبص لحياتي بشكل حلو، هبص لحياتي بشكل مختلف. انت هنا مريت بأزمات كتير جدا في حياتك، ايوه مريت بأزمات كتير ومريت بمشاكل كتير، بس انت قدها وقدود. ما تزعلش، ربنا حاسس بيك ومش هيخليك تستنى حاجة مش ليك، وهيعوضك قريب جدا 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 عن كل التعب اللي فات. بس انت قول يا رب، قول يا رب بس وملكش دعوة، قول يا رب انصرني، استغفر ربنا كتير. ما تقلقش، انت عندك بشر حلو والله العظيم، هتفرح وهتطلع من اللي انت فيه. انت اليومين دول جدع وبقيت شخصية حلوة، ان انت بقيت مستعد ان انت تتخلى عن اي حد في حياتك مقابل ان انت ترتاح، مقابل ان انت تعيش في امان وتعيش في امور حلوة. بس ما تنساش برضو ان الحسد فلق الحجر، الحسد فلق الحجر، فما الحسد ده امور اصلا طبيعية دايما. وما تخاف، وانت زعلان ليه يا برج الميزان؟ زعلان ليه؟ ما دايما دايما يا برج الميزان اللي بيتحسد بيكون احسن من غيره، دايما اللي بيتحسد بيكون احسن من غيره. بس خلي بالك، عندك تعابين لفة حواليك او كوابيس انت بتحلم بيها، كوابيس بتحلم بيها. انت اليومين دول يا برج الميزان دايما بيجي لك حالة كسل، دايما ما بيبقاش ليك نفس لأي حاجة، لدرجة ان انت ولا عايز تسأل عن حد ولا حد يسأل عنك. الضغط النفسي ده اللي بيظهر لك على شكل وجع في جسمك، علشان كده بتلاقي نفسك مصدع، بتلاقي نفسك وجع في الظهر، المفاصل بشكل كبير. حتى نومك بدأ يكون متلخبط، بتصحى من النوم متضايق ومخنوق، بتصحى من النوم بالليل كده تصحى تفكر، بتلاقي نفسك صاحي ومش عارف تعمل ايه. ولو بتنام ما بتعرفش، الكوابيس مش سايباك في حالة. الحالة دي مأثرة عليك وعلى حياتك وعلى شريك حياتك وعلى كل اللي حواليك وعلى أولادك بالأخص. طول الوقت انت يا برج الميزان قلبك مقبوط، طول الوقت حاسس بالغدر، حاسس بالخيانة، حاسس بالمنافقات، حاسس انه في حاجات كتيرة جدا، وعشان كده خايف من المستقبل، خايف المستقبل بتاعك يكون زي الماضي، فعشان كده قلبك طول الوقت مقبوط، حاسس طول الوقت انه في حاجة ناقصاك. بالفعل انت ناقصاك راحة البال وان انت تغير العتبة اللي انت فيها. بلاش تقلق ويبقى عندك خوف زيادة وقلق من المستقبل. الفترة دي ولا هتطول ولا هتزيد، الفترة دي هتعدي وهتعدي بسرعة كمان، وهتدخل في طاقة إيجابية وتحسنات بشكل كبير جدا. طب عايز أقولك على حاجة تاني، ياريت تصدقني، الدوامة اللي انت فيها دي هتطلع منها، ولو كان حرف الام هو اللي أزيك في المستقبل فهو راح. بص المية بتاعت فنجانك، فهو راح. لو كان حرف الام هو اللي أزيك فهو راح، وبدأ يكون في تحسن. وعايز أقولك مستقبلك فيه عروسة، أيوة مستقبلك فيه عروسة، ومستقبلك هيكون فيه تحسن. جواك حب كبير جدا جدا لكل الناس، جواك حب كبير لكل الناس، بس بدأت تخاف منهم أكتر بسبب الصدمات اللي انت مريت بيها. مفيش قلب في الدنيا هيستحمل اللي انت شفته ومريت بيه، ودايما هيكون عندك دعاء جبر الخاطر. أيوة هيكون عندك دعاء جبر الخاطر. انت مستني فرحة، مستني تغيير، مستني نقلة، مستني أي حاجة تفرحك، مستني أي حاجة تفرحك. حاسس إن الحياة دي مش بتاعتك، الأيام دي أنت بتعاني من حاجات كتيرة جدا، بس ما تقلقش، أنت جواك ركود، جواك تعب نفسي، جواك ألم بتتألم بيه، بس ما تقلقش يا برج الميزان. أنت قلقان ليه؟ على قد ما ضاقت، على قد ما فرجت، على قد ما الأمور بقي فيها مشاكل، على قد ما هيبقى فيها تحسنات بإذن الله بفضل ربنا، علشان انت بجد تستاهل كل خير. هيكون عندك طاقة إيجابية، أيوة هيكون عندك طاقة إيجابية، وهتخرج من الهموم اللي انت فيه، وهيبقى عندك انتصار على الأعداء، هيكون عندك نقلة جديدة، هيكون عندك توقعات حلوة الأيام اللي جاية. بس دايما ابعد عن التعابين اللي هي فتحة بقها عليك، ابعد عن التعابين اللي هي فاتحه بقها عليك. والتعابين دي اشخاص مقربه منك، ايوه اشخاص مقربين منك، اللي هم من دمك ولحمك، اللي هم بياكلوا معاك ويشربوا معاك، اللي هم دخلوا بيتك وحسدوك وسرقوك. انا مش هفضل اقول لك الكلام ده كتير يا برج الميزان، ده انت حتى شخصيه روحانيه جدا، واللي بتحسه بيحصل على طول. بس هنا عندك شبكه او سناره، في حد اخد منك الشريك، في حد عامل للشريك سحر مخليه نفرك، مخليه مش عايزك، مخليك كارهك وكاره حياتك بسبب السحر. بص الغدر، بص الطعنات، دايما السحر ملخبط حياتك، السحر دمرك نفسيا وجسديا واذاك. بس ما تقلقش، ربك كبير،
ربك كبير يا برج الميزان، وعلى قد ما انت استحملت على قد ما انت هيكون عندك انطلاقة وفرحة بإذن الله. خلال يومين او ساعتين من نزول الفيديو، او زي هي ساعة، هي حاجتين، وهتسمع حاجة، والحاجة دي هتكون حلوة. ايوه هتسمع حاجة وهتكون حلوة. عارف يا برج الميزان، رغم الصراع اللي جواك، رغم الزعل الكبير اللي جواك، رغم الاختبارات اللي انت مريت بيها، رغم الانتصارات اللي هتحصل عليها بفضل ربنا، رغم الحاجات الحلوة اللي هتدخل حياتك وهتتحسن، بس قولي انا شايفة لك هنا صدمة. انت مصدوم من حد قريب منك. ايوه مصدوم من حد قريب منك. الحد ده انت مصدوم صدمة كبيرة منه. الحد ده أذيك جسديا وروحانيا. انت هنا عندك برضو ظهر لك مرات الاخ تاني. مرات الاخ دي بتسلط الاخ عليك، وعلشان كده انت من كام يوم كنت في مناقشة، او كنت في مواجهة بينك وما بين الاخ. عندك اخت بتاعت اعمال وسحور. ظهر لك هنا يا برج الميزان طاقة حروف. عندك حرف الحاء، حرف السين، حرف الواو، وكمان الراء. الحروف دي كلهم وقع عليك ظلم منهم. انت منتظر جزء من ظلمك، وانا ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا يا برج الميزان هنزل لك جزء من ظلمك، فيديو كامل ليك ولحياتك، علشان انت بجد صعبت عليا بكسرة قلبك اللي دايما بتدخل اشخاص غلط. بس ما تقلقش، انا شايفة لك حصان وهتركبه وهتتعدي وهتنجح، وهتقول الشيخة سعاد قالت، وهيبقى عندك انتصار في مستقبلك، وهتدخل في مواجهات، وهتدخل في انطلاقات، وحياتك هتتبدل 180 درجة. لو انت مكتئب اطلع من الاكتئاب اللي انت فيه، على قد ما ضاقت على قد ما فرجت، وان الله مع العسر، مع العسر يسر يا برج الميزان. فانت لو قلقان وحيران، لا قوم كده، قوم خد دش، غير جو، اطلع اخرج، ما تشمتهمش فيك. عندك جارة سوء، جارة بتاعت مشاكل وبتاعت حوارات، استغفر الله العظيم منها، جارة بوشين نقلت كلام، تعمل فتنة عليك، والمقربين منك اللي هم قريبين منك بيعملوا فتنة عليك، احذر وخلي بالك، تتكلمش مع حد واكتم وداري، واعرف كده، اعرف حياتك ماشية ازاي. برج الميزان انا شايفة لك هنا انتصار، اوعى تضيعه من ايدك، وبلاش العصبية، وبلاش تكون عصبي زيادة عن اللزوم. هتقول لي يا شيخة سعاد انا من الضغط النفسي اللي انا فيه بقيت عصبي وكره حياتك، معلش استحمل، هم قصدين كده، قصدين يضايقوك وينرفزوك ويخرجوك عن شعورك. لا خليك قدها وقدود، ابعد عن اي حاجة سلبية ممكن تسيطر عليك يا برج الميزان. هم عايزين بس يضيقوك ويخنقوك ويطلعوك من بيتك، وما تكونش دمعتك قريبة على خدك، لا ما تبين لهمش ضعفك يا برج الميزان. انت جواك طفل بس بتدور زي ما قلتلك على الحنان، وما بتلاقيش غير الشر من الاعداء، للأسف بيوقعوك في فخ، وعلشان انت قلبك طيب ومبين لهم قد ايه انت طيب ومبسوط، بس ما يعرفوش ان انت وقت ما بتقول خلاص استوب بتاخد حقك تالت ومتلت. هم دايما شايفين منك وش الملاك، شايفين منك بمعنى اصح النص الحلو، وطول ما هم شايفين منك النص الحلو صدقني هتلاقيهم بيغدروا بيك وبيطعنوك. لا يا برج الميزان اقف واعمل حدود، ووريهم الوش التاني، علشان خاطر ما تخليهمش يفضلوا طول عمرهم يستغلوا فيك ويقولوا عليك ان انت طيب وغلبان. انت فعلا طيب وغلبان، بس لحد امتى انت مبين لهم وش الحنان؟ لا الحاجة الصعبة اللي في حياتك هتتحل اخر الاسبوع باذن الله، هتتحل وهيصرف عنك ربنا الايام السلبية والسودة اللي كانت في حياتك، وهيعرض عليك فرحة وتغيرات جذرية، وحياة مليئة، حياة كده مليئة بالحب والحنان وبالطاقة الإيجابية اللي هتكون طبطبة، وهتكون عوض ليك عن دموعك اللي انت شفتها. انت دايما دموعك كانت قريبة من خدك، دايما بتعيط يا برج الميزان، دايما شفت حاجات كتيرة جدا، اهمال من الشريك، طرف تالت بيتدخل، خزلان، كانت في ناس بتقطع فيك، ناس غلطت في حقك اكتر من مرة، ناس فضلوا بيكسروا في حياتك وبيعملوا لك مشاكل وعرقية. فكل اللي فات فات، بص بس للي جاي، وركز بس على هدفك، وركز بس على حلمك، هيكون في تغيرات جذرية، وهتكون فرحة، والحب هيدخل حياتك من جديد. أتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل،
والانطلاقات الحلوة. الدايرة اللي انت فيها خلاص هتنتهي، اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانية اللي هتلاقي عليها جميع العلاجات السحر والقرين والتبعة. تحياتي ليك يا برج الميزان.